من بعد 6 سنين ديال الغربة، الحمد لله ربي فرجها علينا. الإخوان ما تنساوش يدير واحد لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو، وسمحونا على هذا الغياب. شحال ما درنا فيديو، تقريبا 20 يوم ما درناش فيديو نهضروا فيه. العقبه الجامعه ان شاء الله. بزاف الناس كيسولوا خويا الطنجاوي، عاود لينا كيفاش درتي الغرق في اسبانيا. احنا عارفين بان بزاف الناس عارفين، وكاين الناس يدخلوا جدادين ما عارفينش. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو، والله يسهل على الجميع. اول حاجه الغربه راكم عارفين الاخوان، كاملين دوزنا فيها الحق ديالنا. كاين اللي دوز 5 سنين، كاين اللي دوز 10 سنين ما دار والو. الحمد لله دوزنا 6 سنين ديال الغربه، جا والله تيسي. غير هو كيفاش درت الوراق؟ درت الوراق بطريق الرايغو بارا فورماسيون. في 2023 في شهر 6 خرجت ليا فافورابلي، قريت عليهم 6 شهور ديال 2023. يعني ديك 6 شهور قريت فيها وبدلت فيها يعني كلشي، يعني قضيت الغرض ديالي كامل. انا ما هبطتش المغرب في 2023، كانوا عندي الوراق، قريت كورسو ساليت 2023 درام هدي ديال انستران خيريه كما كتعرفوا، بحال بحال اي واحد تقاداش زاني ديني كادو فواحد المشكل في صلاح ترا، عاوتاني مره ثانيه جاوبوني فابورابلي نهار 19/2/2024. حتى لهاد الحاله انا باقي ما هبطتش البلاد، يعني خدمت عليهم حتى 2024 في شهر 8 فيه 13/12 عاد هبطت للمغرب. يعني الاخوان درت انا الرايكو فورماسيون من الهدف باش خدمه، بدل ورقه الرايكو فورماسيون من الهدف باش نهبط للمغرب اولا نبدل البيرمي ديالي اولا نبدل الكارني كوندوزي. يعني في هذه الحاله هذه كنتمنوا الخير لاي واحد، والله يسهل على اي واحد. والغربه الاخوان راه كتبغي الانسان يكون عنده القلب شويه ميت، ولا بغيتي تجيب راسك. الغربه الاخوان كتبغي الواحد اللي كيكون عنده هدف او عنده في حياته هدف. يعني ماشي كنقول لك اي واحد كيمشي بالهدف الغربه راه كيوصل، غير هو ملي كيكون عندك طموح وهدف وكتبع الطريق ديالك ربي كيفرجها لك. يعني في هذه الحاله هذه كنتمنى الخير لاي واحد، وكلشي بالصبر الاخوان. انتم شفتوا المعاناه اللي عايشناهم، المعاناه اللي عايشناهم عاشهم اي واحد. يعني نورمال انسان بلا اوراق راه ضروري كيتكرفس في الغربه. غير هو الرساله اللي بغيت نوصل لكم، انا المعاناه ديالي راني قسمتها معكم بالفيديو، جابتنا في الزنقه تكرفسنا وبزاف الحوايج، والحمد لله النتيجه ربي وصلنا ليها. الحمد لله حتى حنا خدمنا، حتى حنا يعني وقفنا على رجلينا الحمد لله. وكما كتعرفوا الطنجاويين وراه اي حاجه كيقسمها معكم، غير هي اخوتي وحبابي حاجه وحده اللي كنصح فيها اي واحد، اي واحد حاجه وحده اللي نصح فيها وما غاديش عاود نهضر فيها. الرايكو بارافورماسيون ما كيدارش باش تبدل فيه بيرمي، الرايكو بارافورماسيون ما كيدارش باش تهبط فيه المغرب وتبان فيه على صحابك وعلى عائلتك ومن بعد ترجع تبقى بلا ورق. يعني النتيجه واضحه. يلا تحياتي لكم، ما تنساوش دير واحد لايك. السلام عليكم.